رابطه میان مبارزان و مجاهدان فلسطینی و ایرانی رابطه ای هست بسیار پرسابقه و ریشه دار. فلسطینی ها که همواره خودشون به رغم مشکلات و رنج هایی که دارند از مجاهدین و در سالهای اخیر هم از اشرف در محاصره حمایت کردند و نمونه های مختلفش دیدیم. اینجا گفتگویی داریم با یکی از همین فلسطینی های حامی اشرف، دکتر احمد ابومطر، نویسنده و شخصیت سیاسی فلسطین. از دکتر ابومطر پرسیدیم که به نظر شما علت اصرار مالکی بر اجرای ضرب العجل غیرقانونیش در مورد اشرف چی هست و چرا در چنین شرایطی چنین کاری صورت میگیره؟ انا اعتقد ان حکومت المالکی فی العراق هي مجرد عبید و عملاء لنظام الملالی فی ایران وهم يصرون على انهاء مخيم او معسكر اشرف ارضاء لنظام الملالي في ايران لسبب يعود الى نفس بنية النظام الايراني. النظام الايراني يمر بمشاكل كثيرة، الحصار الدولي والعقوبات الدولية، ثم الفضائح التي بدأت تتفجر في داخل ايران الشهور القليلة الماضية، خاصة بين الخامئني وبين احمد نجاد، ومشكلة الفساد والرشاوي التي بلغت المليارات. لذلك الآن نظام الملالي في إيران يريد شماعة ليعلق عليها بعض المشاكل أو ليجعل الرأي العام الإيراني والدولي ينسى فضائحه الداخلية، لذلك فهو يضغط على حكومة المالكي لإنهاء معسكر أشرف أو مخيم أشرف، مع أن غالبية الدول الأوروبية تعترف أن هؤلاء مجرد لاجئين لا يحملون سلاحا ولا يشكلون خطرا أو تهديدا على النظام العراقي، وكل الدول العالمية وبعض الدول العربية تعترف بحق اللاجئين في الحياة الآمنة والكريمة. لذلك عندما أتابع أن حكومة المالك تصر على إنهاء مخيم أشرف قبل نهاية هذا العام، أي لم يبقى سوى 40-45 يوما، فهذا دليل واضح على أنهم يريدون أن يقدموا خدمة لنظام الملالي في إيران، بدليل أن من يتابع الوضع يعرف أن حكومة المالكي رفضت كل المبادرات الدولية بما فيها المبادرات التي طرحت على السماح لممثلي الأمم المتحدة بزيارة المخيم لتنسيق قبولهم كلاجئين سياسيين أو إنسانيين في الدول الأوروبية. لذلك أنا أقول يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، لأن هؤلاء الإخوة في مخيم أشرف مجرد لاجئين سلميين معارضين للنظام الإيراني القمعي الدكتاتوري من زمن سيدهم الأول الإمام الخميني. لذلك أنا أقول إن حكومة المالكي في العراق لا تتحرك فيما يتعلق بمخيم أشرف إلا بأوامر من أسيادهم في إيران. با تشکر از دکتر ابومطر، از ایشون همچنین پرسیدیم که با توجه به آشناییشون با دنیای عرب به عنوان یک نویسنده، موضع جهان عرب به ویژه افکار عمومی خلهای منطقه رو نسبت به ساکنین کمپ اشرف به ما توضیح بدن، ساکنین اشرف که در چنین شرایط دشواری به سر میبرند. وانا في رأيي اذا اصر نظام المالك على القيام بهذه المجزرة سوف تسجل وصمة عار في جبين هذا النظام الذي منذ اعوام كل تاريخه تاريخ حافل بالفساد والتخريب والطائفية. وانا اعتقد انه في العالم العربي هناك نسبة عالية ستنظر الى ما سيحدث في مخيم اشرف على انه ابادة جماعية وعلى أنه جرائم بحق الإنسانية، لأن أنت كنظام المالكي، كنظام المالكي، هل أنهيت كل مشاكل الشعب العراقي بحيث لم يتبقى لك إلا عبادة مخيم أشرف؟ لماذا لا تستطيع أن تبذل جهودك لتفرض الأمن في الشارع العراقي؟ لذلك أنا أعتقد أيضا نظام المالكي يحتاج إلى هذه الإبادة الجماعية لكي يغطي على كل مشاكله ولكي ينشغل الرأي العام العربي والعالمي بأمور أخرى. ولكن أنا أتمنى أن تتحرك الشعوب العربية والطلائع الثورية العربية لتعرف أن ما سيجري في مخيم أشرف هو جريمة بحق الإنسانية
كاملة وليس بحق المجاهدين المقيمين في مخيم أشرف، خاصة أن هؤلاء المجاهدين كان لهم دور أساسي في اقتلاع نظام الشاه الذي استولى على السلطة من بعده الخميني، ثم أحفاده من بعده وورثته من بعده. لذلك أنا أتمنى أن تتحرك الشعوب والطلائع العربية لنصرة إخوتهم في مخيم أشرف. شكرا وتحياتي لكم ولكم الصبر والصمود. گفتگویی بود با دکتر احمد ابومطر، نویسنده و شخصیت سیاسی فلسطین.